سليم عملها يا نازك. عمل ايه ماما؟ جابها وقعتها في السرايا مطرحك. عايزه نعمل ايه ماما؟ انت مش هتعملي حاجه، احنا اللي هنعمل. الولد ده لازم يتأدب. اسمت هانم، انا غضبان اكتر منكم. الالم ده مش لبنت اخويا وبس، ده لي انا كمان، وتاكدي اني هعرف ازاي اردهوله. من النهارده هينطرد من المجتمعات الراقيه، مش هيدخل الكلوب ولا هيقدر يقف جنب بيك او باشا او برنس. مش كفايه، لازم بيته يتخرب ويفلس. دي سهله، نازك تبيع نصيبها في المصنع وتسحب كل الفلوس اللي بتشغلها عنه، وانا وبقيه الفاميليا هندخل نضارب قصاده في البورصه. لازم مصنعه يقفل والشركه تفلس واملاكه واقطيعه كلها تتباع. ايه حيلكم حيلكم على مهلكم شويه. انتوا عايزين تخربوا بيتي انا كمان معاه؟ ما انت يا نازك هتسحبي كل اموالك. وامواله هو ده، ابوه سايب له نص شارع بحاله في الحلميه. ما احنا هنفضل وراه لغايه ما تضيع منه وتروح لناس تانيه. يبقى انا كسبت ايه؟ ايه اللي في دماغك يا نازك؟ انا لازم ادبه، وفي الوقت نفسه مش لازم اخسره. لسه باقي عليه بعد كل اللي عمله؟ يا ماما سليم بالنسبه لي مش مجرد راجل وبس، ده مال واملاك وسرايا، وكل ده كان هيبقى بتاعي انا ولازم يفضل بتاعي. وده بقى هتحققيه ازاي يا نازك؟ هتشوف يا عمي. ايه مالك يا ابن عمتي، مهموم في ايه تاني؟ واني لسه خلصت من الهم الاولاني يا علي. معلوم، ما انت طلقته من بنت الصلاح دار وبعد شويه هتسحب فلوسها منه. لسه بدري عليك يا وهدان. هي فلوس الهانم دي مهما كانت تبقى ايه بالنسبه له؟ ولا حاجه، ده ابوه سايب له بلاوي. انما بقى لو انا وهي، انت وهي ولا وهدان، تقول ايه لو كفك نزل لزق على قفاك؟ كفاني؟ انت بتقول ايه يا سليمان؟ ما هو يا ولي ألم الحبيب يطول. وما امس ابراهيم ماني فاهم ايها حاج. خليك كده لما تشوفها بعينيك. هي مين؟ خيبتك التقيلة. اما اخش انا بقى استحمى واتأيف واستعد. ليه؟ رايح رود الفرج اياك؟ لا ولا رايح لنزه منه 100 مرة. رجلي على رجلك. ما ينفعش، المرة دي رجلي لوحدي. كومون سافا شفيق بيه؟ سافا بيان، ميرسي مدام. النبي عربي، اتكلموا بالعربي عشان نفهم لغوكوا بتقولوا ايه. صبرك. سليمان بيه غانم اللي كلمتك عنه يا منى. اهلا وسهلا، شرفت جناب العمده. ممنون يا ست. اظن ابو جاتو شفيق قال لك اللي انا عايزه بالظبط. لسه هقول لها يا سليمان بيه. احنا هنسهل ماموريتك خالص يا مدام، لا هتتعبي ولا هتدوري، هنقول لك على واحده بالذات. تتجننتي يا ليندا؟ باردون عصمت غانم، انا قلت له موس هيوافقوا. صمم، قلت اقول لكم. ازاي فلاح زي ده يستجري ويطلب نسب عيلة الصلاح دار؟ سليمان بيه مش فلاخ، دي عمدة كبير، عنده عزبة أطيان معابة كوية. في حاجة اسمها أصل ونسب يا ليندا. خلاص عصمة هانم، مش تزعل نفسك، أنا أقول له. استني يا مدام ليندا. قولي لسليمان بيه يتفضل بكرة بعد الظهر ياخد الشاي مع عثمان بيه. اوكي. انت اتجننتي؟ انا لسه ما وافقتش. والعمده اللي جاي بكره هتاكد من حاجه وبعدين ارد عليه. انت بتلعبي بالنار يا نازك، محدش فينا موافق، لا انا ولا ماما ولا عمي عثمان. محدش فيكم انضرب القلم بدالي، ومحدش فيكم هيرده، انا بس اللي انضربت بالقلم، وانا بس اللي هرده. اللي حصل بينك وبين سليم ممكن يتصلح، لكن اللي ناويه تعمليه ده مش ممكن يتصلح. انت شايف كده يا عاصم بيه؟
وبحذرك يا نازك. انت انت ما تملكش تحذرني، لان مكانك في العيله دي اتحدد من زمان، من يوم ما ضيعت ثروتك. وماما وعمي عثمان به السلحدار عايشين من ورا ثروتي انا، وما يملكوش يمنعوني. دي مش لهجة ست متربية من بيت السلحدار. ليه؟ عشان بصارحكم بالحقيقة، ولو كل الكلام الجارح اللي ممكن تقولوه مش هيمنعني. وبيت السلحدار اللي بتتكلم عنه ده محدش هيحميه إلا أنا. أهلا أهلا عثمان بيك. أهلا، اتفضل يا سي سليمان. سليمان بيك، سليمان بيك غانم. ما هو مولانا أنعم عليا بالبكوية عم نول. تشرفنا يا سليمان بيك. أنا كمان عضو الوفد، رئيس لجنة الوفد في مركز الترنجات. سعد باشا زغلول الله يرحمه كان صاحب أبويا وحبيبه الروح بالروح، جه نزل عندنا في الدوار لما زار البحيرة سنة 24. أنا كمان ليا تسويرة معاه، بس كنت وير لسه بتاع 20 سنة. بس إحنا دستوريين يا سليمان بيك. أنعم وأكرم احسن ناس. وهو يعني دستوريين ولا وفديين؟ ما هو كله ولاد بلد ولا ايه؟ تفضل القهوه يا سليمان بيك. ممنون. ثم ان سعد باشا وعدلي باشا كانوا حبايب برضو. يا سلام، ومين بقى اللي قالك؟ نهايته. خلينا في موضوعنا. مساء الخير. الله أكبر. اسكندال حقيقي. صممت تدخل ما قدرتش عليها، لا أنا ولا أخوه. أخوها؟ أرجوك يا عمي، أنا ما عملتلهاش حاجة زي ما قالت. خلاص اعملوا بكلامها وسيبوها تعمل اللي هي عايزاه. أما أنا فماليش دعوة بالبنت دي بعد النهاردة. اشرب القهوة يا عم. القهوة؟ ربنا يستر، أنا ممنون على كل حال. هتقدم لي إيه سليمان بيه؟ أقدم لك إيه؟ الخير كله. الدنيا بحالها يا استنازك هانم. عايزة كلام محدد من فضلك. قصدك يعني على الشبكة والمهر وأموري؟ الشبكة دي هدية تليق بمقامك ومقامي. الألماظات اللي تختاريها من أكبر سايغ وجواهرجي في البلد. والمهر؟ زي ما تحبي، ألف، ألفين، ثلاثة، خمسة. نقول خمسة. واحد من عندي كمان يبقوا ستة. ميرسي. طيب بقول إيه؟ مش نقرأ الفاتحة بقى؟ لسه. في إيه تاني؟ أهم شرط يا عمد. مقبول، مقدما مقبول. استنى لما تعرف. العصمة هتكون في إيدي. ها؟ عصمت ايه من غير مؤاخذة؟ ازاي يعني؟ ده اني فلاح، وبعدين اني كبير الناحية، والاهل يقولوا ايه لو عرفوا اني يعني. المسألة ما فيهاش فصال يا عمدة. طيب سيبيني افكر. شرفت يا عمدة، مفيش نصيب. مفيش نصيب ازاي؟ بتقطع ليه؟ ان شاء الله فيه، بس اصل دي مسألة يعني يا... على كل حال يا ست الستات أنا موافق. مش نندع عثمان بيه بقى عشان نقرأ الفتحة؟ عثمان بيه ملوش دعوة، هتقرأ الفتحة معايا. وماله؟ معاكي معاكي، يدي في يدك. أنت عايز تبقى معيارة المديرية كلها؟ عايز الأهالي يقولوا سليمان أبو غانم ركبته حرمة؟ يخص على مرافضك. اتلمع ولا وهدان، بلاش خيابة. هاني اللي خايب برضو. ايه ومال ايه؟ ما انت مش فاهم حاجة. عملت برطم وتبغبغ بكلام كده، عامل زي البهيمة السايبة. والله سامحك، قول اللي يلد عليك. انما انا يا ولا اسمعني وفهمني. هقول لك حاجة حطها حلقة في دماغك الظلم ده وفهمها، عشان ترتاح وتبطل تعمل لي غرجة بودني كل شوية. ايه بقى اللي انت عاوزني احطه في وداني ده؟ انت ناسي يا سليمان ان مراتك اللي انت سايبها في البلد، اللي انت عاوز تجيب لها ضره، تبقى بنت خالك اللي هي تبقى اختي. يا ولا وصيفه مش هيجرى لها حاجه، بالعكس. وصيفه؟
دي هتبقى في عينيا من جوه وفي دماغي من فوق. الجوازه الجديده دي مش طمع في الحريم، لا دي حاجه تانيه، دي سكه، سكه اطول بيها رقبه ابن البدري، وايد الهانم كمان حطولها معايا، وايد على ايد يا غالي تخنق ما تسيبش نفس. سليمان غانم؟ مش ممكن يا عاصم، مستحيل. قرت معاه فتحة واتفقوا يكتبوا اول ما تتم العدة. تبقى مش عارفة بتعمل ايه، تضيع نفسها عشان تنتقم مني؟ هي دي الحقيقة. لازم تمنعوها يا عاصم، حشوها ولو بالقوة. قوة ايه يا سليم بيه؟ هنضربها ولا نكتفها ونحبسها؟ نازق ما هياش بنت ضعيفة عشان نشخط فيها تخاف، انت عارف شخصيتها طاغية قد ايه. بس لازم هتعمل حساب العيلة والمجتمع. كل ده مش في دماغها. نازق فاهم الحكاية من جوه قوي، الاسم والعيلة والمستوى الاجتماعي دول قشرة بتداري قوة المال وتزوقها، لكن ما بتحبسهاش. والحل في ايدك، وده اللي جابني. في دي ازاي؟ مش فاهم. ردها يا سليم قبل ما تتم العدة. ما اقدرش اردها، ما اقدرش اردها غير بموافقتها. الطلاق ما كانش راجع يا عاصم. ازاي؟ انت رميت عليها اليمين بس. للاسف معلوماتك مش مظبوطه. لما جبنا المأذون اصرت تكون الطلاق بائن، يعني عشان اردها لازم مهر جديد وعقد جديد. باختصار لازم توافق. مالك يا سليم؟ ايه اللي مسهرك لدلوقتي؟ مفيش حاجه. نام انت. انا مش زي بس، وانا شايفاك طول الليل عمال تفرك وتنفخ زي ما يكون حجر كابس على صدرك. يا ستي لا حجر ولا طول، انا قلقان شويه مش جاي للنوم. ما شفتيش حد ما بينامش؟ انت زعلت يا سليم؟ هو حرام يعني لما تشغل عليك واسالك مالك؟ يوه هتفتح لي محضر. مالك بس يا سليم؟ ريح بين السعاد. نازل المكتب بره شويه، تعالي بقى كملي المحضر هناك.